مرقيقة الطفلة تقرأ في الصيام بس حقديمة قبضوا ما عندها اللوف والهنان صغيرة في عمرها ربع دورو تحب واحد يدلها ويدير له وتخلط فيها تقول لك عندي حنونية يا وليه ماشي واحد يا وعشرة كاع حابين يحلبوا الباقران واسيك اضرب واهرب وعندك طيح في الحفرة مالا ضرب بالعمرة وانا راني حوس على صهري ملي يسيل سيام سيام اللاري وخطرة لقيت مع جوزفين قالت لي ماذا تريد قلت لها عفوا لن اعيد فبديلي شابة من بعيد من بعيد عندها وحدة مطر يلا عيني شوات اسكي دور جيرمان.